ahora pedí la vacuna por el simple mail. Es que me mal la antes. Me está la antes. Me está mal la antes la condena. Está de feo. Me quiero feo. Perdón. Ya está con la... con la... Ya está. Ya está. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Hola. ممكن نكون نجينا في البحر اصلا دلوقتي. انا في البحر. بقول لك هتلاقي في البحر. تمام النت معلق والله يا جدعان معلش حقكم عليا بجد. عليك يا طاب. انا ولا يهمك يا راجل. حبيبي. انا فين؟ في البحر. انا فين؟ انا بعمل اب بالي ساعه يوم الاب. اه صوابي دخل فيها. رقم 3 سابتنا وخلعت ده معانا سابتنا فين ده معانا سابتنا في الهوا سابق وهيك انا طلعت ايش امك عندك لو امك شكرا بس ده رقم 3 على عشان امي ترد جنبي فين ادري عالمي اللي حد فوق انا حالي شكلي في حد هنا لاني بابه مفتوح سبته وخلعت يا صواب الحاجات دي انا مش شايفها صواب خد قدامي شنطة انا مش شايفها والله لا مش حتة كده والله عادي بس هو الفكرة ان انا مشفتهاش اساسا عشان المسايب او غيره حبيبي الشدة بعني صاحبي يا ما سليني الوفا والله نفسي اديك كم قفا ايه اللي هنزلها بقيت نوت انا في النت هادي يا ابن حميد غريبة في اللعبة يا رب النبي ما يكونش في حد معانا بس ايه؟ انا رازي بقى نعم نت بقى عايز ايه؟ سلام ايه؟ يا ريس ده فوق يا اسطى ايه؟ ده في البيت اللي طالع على فوق ده بس النت عندنا وحش قوي اه برضه على عندي بخاف اطلع فوق كده اجيب عربيه تموت اطلع اجيب العربيه تموت ماشي وعندي شويه حاجات فوق البيت انا بقول لك كان في حد هنا ما عملت ايه مزيد ده اصلا جات لي قدام 90 متر لا اتفق بيت لقيت فيه بي بي والدنيا جميلة خالص اه كده كده اتعشر نقصني سكوب بس اوف
صوابي تلاقي البيت اللي فوق وانت طلعت ورا. شنو هنا رايح؟ انت طلعت فوق سبت لنا تحت. نطلع على البيت. انا اخر في الدولة تحت كوب اتنين وسكوب اربعة. انت في البيت الاكسترامي؟ فين يا معير الصابي في البيت الالكترونيك اهو. اذا انت مش رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة اللي جنبينا. والله كل ده بحسبك في التليفون مع صواب. رقم ثلاثة ناس دحافة على كتير. خد يا وحش راح فين وسايبني بس خد. زعلتك في ايه طيب؟ طول الزخيرة بقى اي كي ام دي. بلعب بيك ام اصلا بلعب بيك ام و بي بي مشكلة ان الزوم جاي مش هنلحق نقلب البيت زي الخلف. لو حد لقى ام كور يقول لي ايه ده يا عم بروح امك انا مضربش والله يحرق معرفتك. يلا يا شباب يلا يا صوابي يلا صوابي نجيب تريد حد يضرب علي بس يكون ده مش شايف شو حد يتكلم تاني هي بوتات دي ولا ايه اللي بقى ده نفس اللعبة كان في حد هنا رقم ثلاثة. يلا عم بركب انا قد على الهادي على الهادي عشان في ناس كتير بيضربوا بعض قدامنا الطيارة اللي تبعنا الخلف ولا فين ونبنى حاجة أكيد من تعجب التباس أبو أمه بقوله صعب يا عمار بقوله قدامي بقوله صعب يا عمار لقيتكم بسيبهم يضربوا بعض يدقوا في بعض ما شاء زين والله انا كنت بضرب عليه جبنا رقم في الماضي يعني انت رقم ده كتير اللي جبنا قبل كده اصلا فده مفروض ان رقم ثلاثة ضربته مفروض دلوقتي بالظبط هي عنده لحظة مش يا عمي يحرق ابو امي دي ضربه يا عم والله بشيل المكان اللي بيضرب ده من هنا خالص زقني وجبت جبت اخر معايا يا
هل تركب معنا عربية ولا تركب لها؟ تعدوا معي يعني؟ راح تنفع الثاني تعمل من الجاي تفلت كم هالأزرق كله بضرب على الوضع والطلق ومخدش في الكلاب ريتك سكوبر بقى معاك كده عشان سكوبر بقى البي ولا اي حاجة ها سوء سوء انت عايز الوقت احنا في العربية هنعدي هنعدي انا وراك اهو تعال انت يا اخي ما استكني تعليق تستنوني يا اخي استندو يا ها يا نهار ازرق ولا ولا مش اي حاجه بس كوب اثنين انا معي واحد اصلا بس هو اللي خده والله مش انا كمان الدروب بتاعي لحد قلبه قال يعني في دروب تاني جبت ثلاثة عندي دروب شؤوم دروب شؤوم يا جدعان في اللي جرب عربية دي انت خوفتني خوفتني بس نازل انا بس مرمي خلي باخد فل الام تذكر على الدروب يا ما يلنا هناك الاثنين يضرب يضرب مع زميلة يضرب الجمال مع الشمي دور ما بدأ تشتك معاي عسل واحد عسل انا الحيل عسل هنا خد وخد فينا في الديرة ايه يعني انا مش عايز تظهر نت وحش استنى كوز وانا جنبك اهو يا احمد انت عارف ايه جنبك ده احنا في الاخير يا ولاد بيت رقم 3 راحت فين صح يا ريس طيب نايمه في الدوره طب نام انتوا كمان في الدوره يا اخوي خدك بيه بيت رقم 3 ده لازم نجيبك قاعدين هنا انا ما ادري شويه معربين وكان فاضل واحد اصلا انا ما يبقى عليه مش عيب هذا الكلب كنت طلب الام يعني والله ولا ابو دخول والله اسم دخول اه اه بص 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 وانت خد واحد يا راجل انا عايز احكي المعركه ربنا انت اللي بطل بتاعك جاي انا قاعد شارك الله 8 كيلو ربنا انت بطل او انت بطل خد لايك اهو نايس جيم